صبح صبح وصبح وصبح من هنا روح يلي تنحن والعالم مع المحترفين هو الأستاذ القرموطي ساكن فين يا حبيبي؟ هو ساكن في البيت ده؟ طب انتوا اقبضوا عليه ولا ايه؟ ايه ده؟ هو عمرو العموري جايب تلفزيون جديد ولا ايه؟ و 3 دي كمان. 3 دي كمان؟ ياما 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 مالك يا واد؟ في حد ضربك؟ لا ياما، ده عمرو العموري جاب تلفزيون جديد و 3 دي كمان. 3 دي؟ ألف مبروك يا حبيبتي، خير؟ العموري جاب تلفزيون جديد و 3 دي كمان. 3 دي؟ يا ام محمود بتزغلط ليه؟ في حاجه؟ القرموطي جاب تلفزيون جديد و 3 دي كمان. 3 دي؟ اه يا جماعه القرموطي جاب تلفزيون جديد و 3 دي كمان. يعني انا كده هشوف الصوره بره التلفزيون؟ البس النضاره وانت تشوف. اللهم صل على رسول الله، نحن الآن في قلب الحدث. يا حلولي يا حلولي، اديني بقى اخش في قلب الحدث معاك. يا ولية انت اتجنيتي ولا ايه؟ ما تعصبنيش عليك على الصبح، الراجل لسه واقف. هات يابا، ألف 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 شكر على مجهودك وتعبك معانا، وشكر خاص للسياح اللي انت عملتهولي في الشارع. أرمض جاب 3 دي، أرمض جاب 3 دي. ما تنساش في واحد بتاع عصير على أول الناس، هتبقى أقول له برضه إن أرمض جاب 3 دي. وده شارع يتقال له إن أرمض جاب 3 دي، ده إحنا مش ناقصين عين يعني. النضارة التانية دي بتاعتي هاتها. استنى يا ولية، أنت عايزة تتفرجي قبل ما أشيك على التلفزيون؟ لا يكون في حاجات قبيحة ولا حاجة. قبيحة إزاي يعني؟ مش ده تلفزيون 3 دي وبيعرض أفلام 3 دي؟ لازم أشوفه بنضارة واحدة الأول، عشان 3 دي مع 3 دي هيبقى 6 دي، وده بيت له سمعته. ما تعصبنيش بقى. الله، روحي حضري الفطار على بال ما أقوم بدور الرقابي في البيت. ماشي. حلاوتك يا قرمط وانت بتتفرج على السيري دي. ايه الحلاوه دي؟ دي النار محوطانة. ده ايه ده؟ ده كأنه بجد يا جماعة. الله الله الله، ده كأن النار محوطانة. انت معلم واحنا منك نتعلم، قرموطي يا معلم واحنا منك نتعلم، نصمت وانت موجود. ايه ده؟ الثري دي كامل من مجاميعه، صوت وصوره وريحه كمان. الصين ما سابتش حاجه ما عملتهاش. يا ولاد الصوت كمان ثري سراوند، تحس انه جاي من وراك، حاجه عجيبه. ولا ايه؟ ايه البيت يعني؟ كنت لحقت في الروبوت كنترول يا ولية من ورايا شكلك كده. سمح يا قرموطي. اهدي يا ولية، استنوا يا جماعه. يا قرموطي انت خرجت من العيله حولنا. زيرو 3 دي؟ لا دي من التلفزيون. في مطب ثانيه 180 180. ايوه جاي، ايوه جاي. اهدي شويه، اهدي يا ولية، جاي. اهدي يا رب، بحول الله يا رب، الحقوا نرجع، الحقوا نرجس. 3 دي ولع الشقه، الحقوا نرجس. 3 قالوا المطافي والنبي في حريقه، الله يكرمك. عندنا العنوان، ورقه وقلم بسرعه، ورقه وقلم. لا براحتك، لسه الحريقه باديه يعني. اه معلش يا حبيبتي على الدرولات. عين هي عين وصابتنا، عين عين. انت قلت لاختك على موضوع التلفزيون الثري دي؟ قلت لها على الطاير يعني. على الطاير؟ ما روح الشقه ولقيت على الطاير. جت سليمه يا قرموطي والحمد لله، طفينا الحريقه. وانت طفيت ام الحريقه ببلاش؟ ده انت ولعت في بلطو جدي يعني، ده حضر بيه الحرب العالميه الثالثه اللي كانت في روسيا، ده اتضرب 2 ار بي جي ما تفشخش الفشخه دي، وبعدين عايز تعمل واجب وجاي تطفي حريقه.
بطانيه من عند امي. مش تضرب يخرب بيت امي اللي احتكوا في حرايق بعد كده. هو في ده التاني ولع في المنطقه ولا ايه؟ في ايه يا جدعان؟ المنطقه بتولع مننا ولا ايه يا جدعان؟ يا جماعه في حد هنا اتصل بالمطافي وقال في حريق. ايوه يا باشا انا اللي اتصلت، بس الكلام ده يجي من ساعتين يعني كده. امال في الحريقه يعني مش شايف حاجه؟ ما احنا طفيناها لا مؤاخذه، احنا هنستنى كده بقى. يبقى بلاك كاذب وازعاج للسلطات، وهتدفع 500 جنيه غرامه فوريه. ليه يا باشا؟ عشان قلت في حريقه وطلع مفيش حريقه. واحنا كنا هنستنى لما المطافي تيجي يعني؟ كنا مؤاخذه يعني ايه؟ كنتوا مستنيين تاخدوا البصمات بعد الحريقه مثلا؟ كمان بتهزر؟ دي جريمه تانيه. جريمه هزار مع السلطات ديت ولا ايه؟ هتدفع 500 جنيه ولا اتصل بالبوليس؟ لا واحنا يرضينا البوليس، اتصل بالبوليس، احنا ناقصين مشاكل. خمسه هجيب لك ال 500. حاضر. هو هيبقى موت وخراب ديار. انا بنفذ التعليمات. بس احنا غلاب. ادفعي وبعد كده بشتكي. انا هشتكي لربنا وانا محروقه جوه وبره كده. ونعم بالله. عشان لقوا الحريقه متطفيه يقوم ادفع 500 جنيه؟ لا انا ولع عنهم تاني علشان يطفوها براحتهم. الله بقى، عشان لو سالني على الوصل اقول له الوصل ضعف الحريقه. خراطيمك وميتك واطلع طف يا باشا. الحمام أولية. وده يتحضر ازاي ده؟ يعني الجملة دي اتقالت في 950 ألف فيلم قبل كده، جت على أمي أنا. خديني على قد عقلي كده وخش حضري الحمام وخلاص. وإيه اللي هينزلك بدري كده؟ رايح أصلي الجمعة الساعة 9 ونص. يا أولية أهل الحرم المؤمن في الجامع عشان يلموا لي فلوس عشان البيت اللي ولع مننا ده. تقبل على نفسك يتلملك في الجامع يا قرموطي؟ مش هنتناقش كتير أنا. خلصي علشان الناس دلوقتي زمانها مستنياني، وعيب اروح لهم على الخطبه كده على طول. خش حضري الحمام. ده الجامع فاضي ومنعم لسه نايم. يا منعم 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 يا منعم اصحى. في ايه يا قرموطي بس؟ في ايه؟ الشيخ حسنين لسه ما جاش. الساعه 10 لسه الصبح.
ايوه ما هو قال لي تعالى لي الساعه 9 علشان موضوع الحريق بتاع البيت وكان لمم لي فلوس كده يعني. هو ما سابلكش حاجه؟ ساب لي ظرف بس سيبنا نام شويه. لا ما انا مش هسيبك تنام الا لما تديني الظرف. منعم منعم مش هخليك تنام الا لما الظرف الظرف يا منعم. يا ساتر يا رب امسك امسك ادي الظرف. الله يكرمك يا شيخ حسنين بحق جاه النبي واهل بيته. يا سلام اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. مفيش عشرايه عشرينايه ايه شيلينات؟ هو ايه كان بيلملي من ايام حريق القاهره ده؟ حريق شقتها يا عم منعم. بس ماشي الحمد لله على احنا هنطلط يعني ونقل ادب. اللهم لك الحمد ربنا اكرمك يا شيخ حسنين. هدرا كريم نام بقى ده انت في الضياع. الو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف سلامه. لا اطمن اطمن خالص ان شاء الله هنتصرف مع سلامه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. في ايه يا عم منعم؟ شيخ حسنين خطيب الجامع عيان جدا ومش هيقدر يخطب الجمعه دي. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يكرمك يا شيخ حسن. انت لقيت تعب من لم الفكه اللي انت اديتها لي ديت. خلاص بقى الحق اصلي الجمعه في جامع تاني بقى. استنى بس يا قرموطي، ما هو مش معقول هنقفل المسجد في وجه المصلين. ومش معقوله برضه هنصلي الجمعه من غير ما يبقى في خطبه جمعه يا منعم. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. في حاجه يا رجاله؟ لا الشيخ حسنين تعبان ومش عارفين مين اللي هيخطب. انت معانا من المنطقه ولا عادل سليم؟ يا اخوانا الموضوع ابسط من كده بكتير. اي واحد فينا يخطب. يعني ايه يا منعم اي واحد مننا يخطب؟ هو اي كلام ولا ايه؟ دي مسؤوليه يا جماعه. بقول لك ايه، انا هلحق الجمعه في اي جامع تاني. يا اخوانا بعد اذنكم، انا صاحب العماره اللي فيها الجامع دي، من حقي انا اللي اخطب الجمعه. يعني انت عشان صاحب العماره يعني تقوم بقى يعني تخطب؟ ما مش عارف اجيبها لك ازاي. يعني ينفع الكلام ده؟ يعني انا قديم هنا في المسجد يا قرموطي، وكل خطب الجمعه انا حافظها. وبرضه مش بالحفظ يا منعم، ما انا من وانا صغير في الكتاب حافظ القران، عمري ما جه في دماغي ان انا اخطب في يوم الجمعه. مش كده هي برضه يعني؟ اصلنا عقبال عندك يا اختي، رايحين المصيف انا وسي حسب، ورايحين مرسى مطروح. مرسى مطروح؟ تروحوا وترجعوا بالسلامه. بس مش واجب استاذن القرموطي في الشنطه اللي يكون محتاجها ولا حاجه؟ اصل هو عايز ياخدني ويوديني راس شيطان. راس شيطان؟ راس شيطان ايه يا اختي وراس عفريت؟ ايه ده انتوا من ساعه ما اتجوزتوا الا ما شفتكوا رحتوا ولا جيتوا؟ مين قال لك بقى؟ بياخدني يا اختي يوديني اماكن واي فاي، مش الاماكن اللوكال بتاعتكم. يا اختي بلا واي فاي بلا هاي فاي، اسمعي بس الكلام وقومي البسي. ده العيال بصي بيموتوا فيك، هيفرحوا قوي، ده روحهم في خالتهم. لا القرموطي بينزلني في فنادق 7 نجوم. الحمد لله الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وقدره تقديرا، وأصلي وأسلم على خير البرية نبي الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد يا بتي يلا ما قمتيش ليه؟ عشان ما عشمش نفسي يا اختي بمطروح ويجي القرموطي يقول لي يلا بينا على سهل حشيش. يا اختي بلا حشيش بلا بانج، قومي عشمي نفسك براحتك. احنا اول ما القرموطي يجي نقعد نزن عليه، انت من يمه وانا وسي حسب والعيال من يمه التانية. وزن زن 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 زن. نحن في زمن الفتن والبدع، كل شيء في حياتنا اصبح بدعه. فالانترنت بدعه، الموبايلات بدعه. هو اللي معاك ده مش موبايل؟ قديش بدعه؟ عيد الأم حرام، عيد الحب بدعة. الراجل ده مش عايزنا نفرح ولا ايه؟ ما تقطعش الخطيب عشان تاخد ثواب الصلاة. ده خطيب مؤقت لحد ما يرجع الشيخ حسنين. ده دراع مؤقت برضه ولا ايه؟ وحد الله يا قرموطي، وحد الله يا جماعة. لا 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 لا، اللي حصل النهاردة ده ما يتسكتش عليه خالص يا عم حسن. ده في خطبة واحدة طلعنا كلنا رايحين النار، ويقول لك التليفون بدعة. أمال ده إيه لا مؤاخذة؟ سافون ايه يا منعم في ايه؟ منعم ده ايه؟ اسم الشيخ منعم. شهادة حق يا جماعة، هو غلطان، بس أنت برضه غلطان يا قرموطي. غلطان في إيه يا حاج حسن فهمني؟ إنك أنت اتكلمت ساعة الخطبة، وأنت عارف إن ده غلط. فتح الله عليك يا حاج حسن. لا بس أنا غلطتي مش زي غلطتك يا منعم، عشان كنت أنت واقف في وسطنا زي الملاك، معرفش ليه أول ما طلعت المنبر اتقلبت وبقيت واحد تاني. انت الجدال معاك مضيعه للوقت. طب ما تضيعش وقتك معانا واتكل على الله. يلا 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 الله يخليك. ده اللي حصل ده ما حصلش من ساعه الاسلام ما دخل مصر يا راجل. خناقه في الجوامع ينفع كده؟ استهدى بالله بقى يا قرموطي. الله
الحكايه اولا واخيرا ظرف طارئ ومش هيتكرر، يعني اكيد الخطيب الاولاني هيرجع يلقى وقف هتتصرف وتبعت حد بداله. ما هو السقوط على الحاجات ديت خطر يا حاج حسن، من عنده ممكن يفكر نفسه ان هو بقى شيخ وفجاه نلاقي له بقى مريدين، وده خطر على الشباب. يعني قول لي واحد شاب صغير زي ده ثلاثي الابعاد لو سمع خطبه من الخطبه ده قول لي يعمل ايه؟ ده مش بعيد بعد خطبتين يقلب 2 دي. شفت بقى؟ اهو انت كنت هتنسيني المفاجاه اللي كنت عايز اقول لك عليها. حذر فذر بقى، مين اللي جاي النهارده؟ الاستاذ لطفي ابو شناق. ايه اللي هجيب لطفي ابو شناق هنا؟ اكيد مش هو. طب استنى ما تقولش، استنى والله لازم اجيبها لك، يا ترى مين اللي جاي لك؟ وحياه ميدو ما تنطق. اديك قلتها، ميدو ابني جاي النهارده. ميدو؟ ميدو جاي النهارده؟ يا ده انا بقالي سنه ما شفتوش، وحشني قوي ابن الكلب. يا اخي احترم نفسك، ده هيبقى باشمهندس قد الدنيا. يا اخي من فرحتي بيه بشتمه، ده انا هموت واشوفه ابن الجزمه. بس بقى بطل شتيمه واحترم نفسك. واد وحشني بس يا حسن، في ايه؟ ما فيهاش حاجه، قول لي هيوصل الساعه كام؟ هيجي على الساعه 7 كده، بس عارف قرموطي الواد من ساعه ما كلمني في التليفون وانا مش مطمن كده، حاسس ان في حاجه متغيره. لا ان شاء الله ما فيش حاجه، تلاقي بس تعب السفر ولا حاجه، اول ما يجي تتصل بيا على طول عشان عايز اعملها له مفاجاه ابن ابن العسل، يعني انا حشت مبيع. ده مين يا حاج قرموطي؟ امك افتكرتك شيشه. قوم انا من هنا، قوم اتكل على الله امشي. ايه افطار اللي قاعد في وسطينا ده؟ ايوه العظيم. خلصت صلاه؟ لا، الخطيب مخرجنا كده ربع ساعه نطمن على اهالينا وبعدين نرجع نكمل الخطبه. ازغدك يعني؟ قرا ايه يا قرموطي؟ يعني لا في زيك يا زوزه، ولا عامله ايه يا زوزو، ولا نورتش يا اوزو؟ ده على اساس انك ما كنتش هنا امبارح، ولا اول اول ولا اول 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 اول. يوه، في ايه يا قرموطي؟ اختي وبتزارني. في فرق بين الزياره والاقامه، دي مقيمه عندنا. ده انا خلاص قربت اطلع لها الجرين كارت بتاع الشقه. ايه ده؟ ايه ده؟ انا ازاي ما خدتش بالي اثناء دخولي من الشقه؟ ايه اللي خرج الشنطه دي من هنا؟ كالعاده يعني، وكل سنه بيتزنقوا في الشنطه عشان يروحوا المصيف، ومش شعبطين فيا ياخدوني معاهم، وانا بصراحه ربنا هروح بقى. ياخدوك انت والشنطه في آن واحد؟ يعني ياخدوا مني اكتر حاجتين مالين عليا البيت. يا مسافر وناسي هواك، رايدك والنبي رايدك. ازيك يا اربط؟ تشرب معايا شاي؟ يخرب بيت اهلك يا عسبو، انت ايه اللي خلاك تلعب في الايباز بتاعي؟ ايباز؟ بيقولك ايباز اسمه ايباد. حبيد اهلك لو جيت جنبه تاني. انت مش عارف ان كل شغلي عليه، خرايطي وشغلي وطرقاتي، الجي جي بيس بتاعي هنا كله. جي جي بيس؟ بيقولك جي جي بيس، اسمه جي بي اس. ربيت ام اللي علمك انجليزي، انا نفسي اشوف الشهاده بتاعتك انا عشان انت جاهل جهل. اسمه جي جي بيس، الراجل اللي اخترعها كان عنده قطه اسمها جي جي، جايه تلعب في الجهاز قال لها بس، من ساعتها سموه جي جي بيس. جوجل بقى وابحث وسيرش علشان انت ما تقعدش تقرب غلط. اللي ايه جي جي بيس اللي بتتكلموا عليه من الصبح ده؟ وليه ده برنامج انا منزله عليه خرايط العالم من اكبر قاره لاصغر حاره في مصر، تكتبي المكان اللي انت رايحاه وتعملي كده سيرش، يروح هو موجهك بقى يمين شمال كده يعني. زي الكلب البلدي لما يشمموه قطر المجرم ويطلقوه عليه، يفضل ورا ورا ما يسيبهوش الا لما يجيبوا من ديل بنطلونه. طب افهمها ازاي ولا اقول لا؟ ولا افهمك انت ازاي؟ انا مش عارف اتواءم مع الترابيزه دي كلها بصراحه. انا مش مفهمك يا وليه قبل كده، هو اللي هنعيده نزيده؟ انا مش فاهمه. احسن، امال انا اتجوزتك ليه؟ ما تبطلوا بقى اللي انتوا عمالين تتكلموا فيه من الصبح ده، يلا يا جدعان عايزين كلنا نروح المصيف مع بعضينا. انا ضميري ما يسمحش اصيف والبلد في الظروف دي. مالها البلد؟ اقرا لها انت يا حسب عشان دي ما بتفهمش، اقرا اول تويته للبرادعي. البرادعي حزين عليك يا مصر. عايزه البرادعي يبقى حزين على مصر وانا اطلع اصيف انا وانتي؟ طب والسنه اللي قبلها؟ اقرا لها التويته اللي قبلها بتاعت بنك مون. بنك مون ابدي قلقي على مصر. عايزه بنك مون اللي هو لا من ملتنا ولا من ديننا ولا من بلدنا قلقان على مصر وانا وانت نطلع نصيف. طب والسنه اللي قبلها؟ فر يا عم الحاج. امريكا تبدي قلقها على ما يحدث في سوريا. يبقى امريكا قلقانه على سوريا وانا وانت نطلع نصيف؟ امال احنا هنصيف امتى؟ لما امريكا تسيب المنطقه. البطاقة دي بتاعتك؟ إن شاء الله. وإيه اللي مغير شكلك كده؟ حضرتك أنا طلعتها قبل ما التزم. تلتزم؟ طب يا ريت يا أخي تبقى ملتزم من جوه كمان زي ما أنت ملتزم من بره. ده تحقيق بقى ولا إيه؟ لو عايز تحقيق ما عنديش أي مشكلة، اركب البوكس. لا بوكس إيه يا باشا؟ مش بوكس ولا حاجة، هو بس الأمر وما فيه إن الولد بس اتوتر
من كتر الأسئلة. أنا بعتذر بالنيابة عنه. إحنا طبعاً مقدرين المسؤولية اللي على كتفكم. كان الله في العون يا باشا. أنا هسيبك عشان الراجل أبو وش السمح ده بس. اتفضل. الله يكرمك يا ابني. كم مرة كلمتك على حكاية الضبط النفسي دي يا محمد يا ابني؟ لما استقصدني بس لمجرد إن مربي دقني. وأنت بتقول له يا باشا. يا محمد يا ابني لازم تتعلم إزاي تطاطي للريح لغاية ما تعدي. لو قعدنا نتخانق مع كل واحد هيعلق على لبسنا ولا دقننا مش هنخلص من الخناقات في القاهرة. أنا أصلاً ما كنتش عاوز أرجع القاهرة. مدينة كلها معاصي وذنوب. بس فيها والديك. أنت عارف يا محمد يعني إيه والديك؟ يعني ممكن تكلمهم وتاخد منهم مبلغ مالي ندعم بيه الإخوة المجاهدين. أيوه. مش عارف. معرفش ليه قلبي مقبوض المرة دي من الزيارة. إن شاء الله خير. هات شنطتك ويلا، هات شنطتك يلا. افتح الباب يلا يا قرموطي. انزل يا قرموطي عشان هنفتش العربيه. الله الله بتخبط على العربيه ليه كده يا عم عبد البر؟ في ايه وبعدين في الليله السوداء ديت في ايه يا عم عبد البر؟ ما انا بقالي 3 سنين داخل طالع من المديريه فجاه يعني شكلي بقى ارهابي ولا ايه؟ مش قادر افهمك انا بصراحه. ما تزعلش يا قرموطي، في اوامر علينا بالتفتيش لاي حد. اوامر ايه؟ مش فاهم. وايه التفتيش يا عم؟ بالراحه يابا بالراحة، ده شاي وسكر، الحاجات دي ممكن تتدلق. مش معقولة يعني كده يا عم عبد البر؟ مش أنا اللي اتفتش، مش أرمط اللي يتفتش يعني. معلش، في أوامر مش سايب مدير الأمن الجديد بالتفتيش الدقيق. مفيش حاجة يا فندم. مفيش حاجة. يلا بقى. طب ما أنا عارف إن مفيش، هخليهم يطلعوا تاني البضاعة بقى. لا أنت اللي هتطلعها وتمشي. مين ده اللي يطلع؟ أوعى تقول الكلمة دي بعد كده. مش أرمط اللي يحمل بضاعة. أنا معايا رخصة دولية. أنت اتجننت ولا إيه؟ يلا. ده انا عدي برخصتي من بوابه اسكندريه. انت اتجننت قلت ولا ايه؟ قرموطي اوعى تقول لي انا اللي حمل العربيه. قرموطي انا مش تبع عبد البر. قرموطي سواقه مع رخصه دوليه. اسمع الكلام. ما يتقالوش حمل. صلى على النبي يا ابني. عشان ارمط من الصغير في المنطقه. يا ابني ما تركبش دماغك. ارمط من الصغير في المنطقه. عيب تمشي يا ابني. عيب يا ابني. انا مش تبعك يا ابني. اسمع الكلام. ارمط من الصغير. اسمع الكلام يا ولا. وانت سبت الكلية من امتى بقى ان شاء الله؟ من سنة. من سنة؟ والمشايخ اللي فهموك ان الكمبيوتر حرام وخلوك سبت كلية الهندسة قالوا لك ان الكذب على ابوك سنة بحالها، وانت مفهمه ان انت في كلية الهندسة وهو يقطع من لحمه الحي ويبعت لك مصروفك. قالوا لك ان ده حلال. الضرورات تبيح المحظورات، وانا كل غرضي الاخرة مش الدنيا. وبعدين انا من واجبي ان انصحكم. انتوا مهما كان برضه ابويا وامي، عضوا للطريق الصحيح. ليه يا ابني؟ كنت شايفنا ماشيين في السكه البطاله ولا حاجه؟ انت وابويا بتساعدوا بعض على الضلال. ضلال؟ ضلال ايه؟ شايفني ماشي ورا امك بتبله وهي بترقص؟ واد يا ميدو. ميدو مساء الخير يا ام ميدو. فين الواد ميدو؟ امال السلام عليكم. مساء الخير. امال فين ميدو؟ اتفضل. ده ميدو؟ خرب بيت شيطانك، ايه اللي عملته في نفسك ده يا زكي ميدو؟ يا ده ميدو في ايه مالك؟ هو عمك ارمط ما وحشكش ولا ايه؟ ما تتعبش نفسك يا قرموطي، ده مش ابني اللي ربيته. لا حول ولا قوة الا بالله. انتوا عملتوا دي ان تي وطلع الواد مش ابنك ولا حاجة؟ كل حياتكم مفاسد وذنوب. ازاي تسيبوا امي عريت الوجه كده قدام راجل اجنبي؟ اجنبي؟ ام ميدو ماشية مع مين والجوزيء؟ بيقصدك انت بالاجنبي يا قرموطي، قال يعني غريب عننا، ده اللي علموه له في الكليه. كليه ايه؟ انت اتعلمت في هندسه اسيوط ولا هندسه افغانستان؟ مش فاهمك. انا ببلغ وبعمل اللي عليا. وعاد امي ماك شفت الوجه كده فتنه. والحديث بيقول لا يدخل الجنه ديوس. ديوس؟ بتقول على ابوك ديوس؟ يا كلب حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مفتري يا ضلالي. ايه ده؟ ايه ده؟ مميد وايه؟ ايه ولا في ايه؟ انت ازاي تكلم امك وابوك بالطريقه دي؟ انت فجاه كده هتعمل عليهم علامه؟ انت نسيت ان امك هي اللي معلمك الصلاه؟ نسيت لما كانت بتزغرط في الشارع وبتوزع شربات في الحته كلها لما حفظت جزء عامه؟ اخص عليك عيل واطي حقيقي. ليس بعد الكفر ذنب،
لو كنت كافر كنت وقتك زي ما الكفار بيوقدوا عيالهم. على الاقل يا اخي كنت استريحت منك. توقدني؟ الكفار كانوا بيوقدوا البنات على فكره مش الولاد. احنا بقى الجيل الرابع من الكفار وبنوقد الولاد. يلا يابا اتكل على الله بدل ما نوقدك تحت عتبه الباب دلوقتي عشان ما تحرقش دم امك وابوك. يلا مع الف سلامه. وما تنساش بقى لما مؤاخذه تبقى تغير اسمك عشان ميدو ده مش هتمشي مع الدقن. شوف لك نيك نيم جديد. انا بعشق البحر زيك يا حبيبي حبيب وساعات زيك مخلوق ومهاجر ومسافر. ايه يا ولية اللي انت عاملاه ده؟ لقيتك مش عايزنا نروح المصيف، قلت اعمل مصيف لنفسي. لا ده انت حصل في دماغك حاجة، انزل اجيبك بتاع فريسكا بالمرة. ما هعمل لك ايه؟ فايقة ورايقة وانا مش فايق لك خالص، انا داخل اتخمد انام. لا مش هسيبك تنام الا لما توافق نروح المصيف مع اختي وجوزها وعيالها. لا مش ارمط اللي تهدد وانت عارفة، ما تخلينيش بقى ازركن وهيديلك التصيفة اللي انت عاملاها دي. حلفتك بالغالي لتوافق. قلت لك مليون مرة ما تحلفنيش بالتلفزيون السري دي قبل ما نخلص قصته. موافق يا ستي. هو على ده صيف وغريب عشان زيك. يا عرموطي انت بتعمل ايه عندك؟ خد هنا. خرب بيت اسئله امك مصدعني. بشوف موقعنا على الجيجي بس. احنا في مرسى مطروح ولا غوطنا جوه شويه؟ ايوه كده شاطئ كليوباترا، كده شاطئ الغرام، كده شاطئ المرح. احنا كمان كده مظبوط. الله يخرب بيت ام الرمله اللي مضايقانا دي. روق بقى واسمع معايا حاجه حلوه. اللي بتعمله ده انت هتفضحنا هتفضحنا. كاسه حد يجي بكاسه دي؟ حاجات قدمت يا عم، ده ما فيش سيديهات. انا هسمعك اللي انت عايزه على الايباد. ايباد؟ اسمه ايباد. ايباد اقعد صلح لي في الانجليزي كاني عايش مع دنيا سمير غانم. كل شويه تصلح لي انجليزي. اسمه ايباد، بايت معايا في حضن امبارح. يبقى اسمه استنى ده بقى وما تعصبنيش. في ايه؟ احنا في بحر ومش عايز اتعصب. هسمعك انا دلوقتي يا ساكني مطروح. استنى بقى ساكني مطروح. ايوه اسمع. ايه ده شو؟ لا استنى استنى بس، دخلت حكايه في بعض مش فيلم هو يعني. اسمع انت ايه ساكني مطروح. اسمع هات يا عم. الظاهر مش عايزين يخرجوا من القاهره، انا عايز افسحهم وهم لابدين هناك. اسمع التاني هجيبها لك هجيبها لك انا. اسمع ولا اسمع؟ اسمع عندنا هنا وريح بالك. اسمع بص اسمع. انا كنت عايز اشغلها لك ديجيتال، انت عايزها مانوال وشعبي وفضيحه بلس. اعمل اللي انت عايزه. انا مش هسمع حد بام الايباد ده، ولو اتعصبت هندغدغ امه. يا عم بقى سيبنا في حالنا بقى، تعبتنا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ خلينا بقى نشوف نفسنا. ايه ده؟ على مهل. الله يخرب بيت ام ده نسب يعر والله العظيم. قلت لك ما بحبش اخرج معاهم في حته. ايه الراجل الناقص وايه المشجر اللي لابسه ده؟ بص بيتمنظر ازاي. طب ما انت لابس زي اخرسي. انت هتجيبي زاره زي خساره؟ ما انا مش عايز انزل بيه بس دلوقتي لغايه ما اخلص الاقساط بتاعك. ارمط ارمط، انا نفسي تجري ورايا زي الواد والبت كده على الشاطئ. بالنسبة بس لموضوع الجري وراكي، حجري وراكي عادي ولا بالشبشب زي كل مرة؟ دايما كسل بخاطري. هناكل ايه النهاردة يا بت؟ بقولك ايه، انا نفسي اوي اكل شوشي. وايه الشوشي ده؟ يا اختي بيقولوا سمك كده جديد زعانفه طويل. المهم انه سمك في البحر. خلي جوزك بقى ينزل يصطادهولنا. انزل اصطاد لنا شوشي. عزة دلالة الله، لو مسكت انت واختك ما عندي غير الشوشي ده اضربكوا بيه انتوا الجوز. مش عايز حد يعصبني. قوم يا بت نشتري سمك وخلاص. يا عم الميه بقى. يا ريتك نزلت معايا يا ارمط. سيبني في حالي حسبه. ايه يا جماعه الكلام على ايه؟ اسكت يا حسب. ومش نرجس بتقول لجوزها انزل اصطاد لنا سمك؟ طلع ما بيعرفش وقال ايه جايين يقولوا لي تعالي نروح نشتري سمك. ما يعرفوش ان احنا معانا قائد البحر وملك السنانين. ده انا صناره. انت اخرج طعم ونسمن بيه السمك. فين الصنارة دي؟ فين الصنارة؟ اهي. دي ايه يا اخوي؟ دي ايه؟ دي صنارة؟ ايوه.
انا كنت مفكرها سجاره. انت بتستهتر بيها؟ دي تصطاد حوت على بعضه. الراجل دي لو اصطدت بيها اخرها بسريايه كده تصطادها. حوت ايه وبتاع ايه؟ تحدي. انزل معايا دلوقتي وشوف دي هتصطاد ايه. ما تتحدنيش يا حسب، عشان انا ما حدش يحطني في دماغه. يا تحدي. طيب نشوف الاول اوكار السمك على الجيجي بس عشان نحدد الاوكار وننزل نصطاد على طول. لان اهم حاجه في الصيد عنصر المفاجاه. هو راح فين البحر؟ البحر كان هنا. حد لعب في البحر؟ يا عم ما تسرع شويه، انت ماشي على كام غرزه في الدقيقه؟ غرزه ايه يا عمنا؟ اسمها عقده. عقده هتعقد ام ربنا يعقدك زي ما انت معقدني كده اهو. يا ربي يا ابويا، انت ماشي ليه كده على طول؟ خش اول شمال، اول شمال يقابلك خش فيه على طول. اول شمال يا شمال ايه ويمين ايه؟ احنا ماشيين في صلاح سالم. بص يا عمنا، بص الراجل ده عارف مكان السمك وهيودينا لحد بيته. وده بيعمل معايا ايه؟ الجيجي بس ده جايبه كده يتفسح معانا وياكل سمك؟ ده تكتب له سمك بالانجليزي هيودينا على اوكار السمك على طول. سمك بالانجليزي يعني ايه؟ يعني فيش. اسكت انت بدل ما فيش غل ام فيكي، عشان انت شغلاني من اول النهار. اكتب لي هنا فيش. ده بقى فيش اسمها؟ فيش. اكتب لي انت فيش هنا بالانجليزي عشان يودينا الوكر على طول. انا هعمل السمك. انت ما بتعرفش تكتب بالانجليزي؟ لا بكتب يا عم، بس خط وحش في الجيجي بس ممكن ما يفهمنيش. بدل ما اكتب له فيش اكتب له غش يودينا في حته تانيه. اكتب بس. سيبني على روتي دلوقتي والنبي، عشان خاطر انا بقى بروح. سيبني والنبي. دايخ دايخ. ظبطتك ظبطتك يا حسبه، شكلك عندك كوبيا من البحر. كوبيا اسمها فوبيا. فوبيا ابوس ايديك اسمها فوبيا. تفوم على منظرك واللي ياخدك معاه بعد كده. وبايعوا امير المؤمنين ابي بكر القريشي. وبايع امير المؤمنين ابي بكر القريشي. على السمع والطاعة. على السمع والطاعة. في المنشة والمكرة. في المنشة والمكرة. والعسر واليسر. والعسر واليسر. وعلى إقامة دين الله. وإقامة دين الله. وجهاد عدو الله. وجهاد عدو الله. وإقامة الدولة الإسلامية. وإقامة الدولة الإسلامية. والزود عنها. والزود عنها. ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ما استطعت إلى ذلك سبيلا. والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد. تقبل الله منا ومنكم. تكبير الله اكبر. تكبير الله اكبر. تكبير الله اكبر. اخي شو السفينه اللي جايه علينا؟ توقع ذول خفر السواحل اللي جايين علينا. ما بعرف. وقف لا تحرك لا شوف شو القصه. شباب كل واحد واقف في مكانه بسرعه وجاي سلاحه، بس ما حد يضرب رصاص غير بامر مني. احنا بقالنا 20 سنه ماشيين في الميه، احنا تهنا ولا ايه؟ بس بقى وطرت ام الجيجي بس. الجيجي بس فصل شكله كده كمان، فصل شحن خلاص. بس احنا شكلنا وصلنا الوكر الاسماك. انا شايف سمكتين ثلاثة ماشيين هنا اهو. اركن يابا اركن، ان شاء الله صف تاني. هي الحتة دي. يا نهار اسود يا نهار اسود. الله يخرب بيت الجيجي بس بتاعك. احنا رحنا في داهية. يا لهوي الحق يا قرموطي، شكلنا هنخش في المركب اللي قدام. شد فرامل يا عم الحاج. عم زكاد يا عم، كل واحد يلبس اللايف جاكيت بتاعه. امسك امسك. فين الاربعه التانيين؟ اربعه ايه؟ مش بتقول لي فايف جاكيت؟ لايف لايف جاكيت. حتى واحنا بنغرق بتصلح لامي. هي ناقصاك؟ هننط ولا ايه؟ يا عم خير يا جناب الأمير. للأسف منه خير. وصلتنا أخبار إن في مركب بتحمل المجاهدين تابعين لجبهة النصرة، أرسلهم أبو فراس السوري للاستطلاع على أخبارنا، والمركب غرقت وكان على حوالي 35 مجاهد، وحتما بيكون بينهم ناجين. أوامرك يا جناب الأمير. بريدك ترسل لرجال تبحثوا عن أي ناجين تجيبوهم، تنخليهم عبرة لأي محاولات من جبهة النصرة للتدخل في شؤوننا. أوامرك يا جناب الأمير.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا فين؟ احنا في مرسى مطروح ولا ايه؟ اه بينها لسه مرسى مطروح. طب ايه اللي ناقصني؟ في حاجة ناقصاني اهو، الجيجي بس معايا واللايف شاكت ده معايا اهو، الفايف شاكت ده معايا اهو. ناقص مين؟ نرجس نرجس نرجس، انت فين يا نرجس؟ يا نهار اسود، هعمل ايه من غيرك يا حبيبتي؟ ده مفاتيح الشقه معاها، هعمل ايه يا نرجس؟ طب لو سمعان ارمي المفتاح يا نرجس. قوم 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 قوم. نرجس نرجس، فين نرجس؟ مين انت؟ مين انا؟ انا القرموطي. مين انت؟ مش فاهم انا. انت كنت معنا على المركب وما شفناه؟ وانا ما شفتكوش برضه. انتوا مين ده مؤاخذه؟ انت منين؟ انا المركب بتاعتنا غرقت ولقيت نفسي هنا. انا من هنا يا عم. احنا نريد نعرف احنا هسوين، وين مكاننا؟ المكان كله على الجيجي بس، بس زي ما تقول الجيجي بس باص كده والميه اكلته. بس انا ممكن اعرف باتجاه الريح، ارمط ما يغلبش، باتجاه الريح هنعرف فين مرسى مطروح بالظبط. اتجاه الريح شماليه شرقيه الى خفيفه معتدله، يبقى مرسى مطروح تقريبا من هنا، يا من هنا او من هنا. انت متاكد؟ احنا نمشي من هنا. صرخ ابنه يومين نسأله احنا فين؟ احنا هنفضل ماشيين العمر كله ولا ايه؟ انا تعب انا تعب يا ويلي. داعش؟ ايه ده؟ داعش داعش هذا علم داعش؟ داعش دخلت مرسى مطروح ولا ايه؟ اوعى حد يمد ايده عليه، اوعى حد يجي جنب الجيجي بس. ينفع كده يا جدعان؟ ينفع كده يا جماعه؟ بالادب، اللي اخد الجيجي بس يرجعه عشان ما نعملش قلق في المنطقه. معلش احنا بنتكلم. ينفع اغيب 3 ساعات عن مرسى مطروح ارجع الاقيكم احتلتوها؟ طب سؤال واحد، انتوا احتلتوا مرسى مطروح بس ولا دخلتوا على مارينا 5؟ يعني مارينا 5 حره مستقله؟ ما تتكلمش بدون اذن في وجود الامير. طب ينفع يا عم الامير ارمط يتمرمط بالشكل ده؟ شو اسم الشيخ اللي بعتكم من شان تتطوعوا في جبهة النصرة؟ يسرى؟ هي يسرى عملت جبهة؟ كفى مزاح! يعني ما بدكم تقولوا مين اللي بعتكم؟ خلاص، ما عندي قدر نستحمل، اللي بعتنا أبو فراس. كنت شاكك إن هيدي حركة من حركات أبو فراس. أبو بطاس ده تبعكم ولا تبعهم؟ من أول يوم جبهة النصرة ما بيلبال الانتصارات اللي بيحققها التنظيم. يعني إحنا مع أبو بطاس ولا مع جبهة يسرى ولا مع التنظيم؟ أخبية! ما بيعرفوا ان كل هذا بيصب في مصلحة الجيش الحر. يعني احنا مع الجيش الحر ولا مع التنظيم ولا مع ابو بطاس؟ مش فاهمك. اسمع يا سماحة، بكير مع شوق الشمس فيكن تعدموهن وتصوروهن وتبعتوا رؤوسهم لفجر ليبيا، تيعرف ابو فراس في جبهة النصرة ان ما في حدا قرب منا حتى انصار الشريعة. مع انصار احنا عايزين جدول عشان انا ابتديت اتلخفن. معلش احنا بنكل. يا حبيبي اهو 60 دقيقة، انا كنت خبطت في بعض انا والسواق، ربنا ستر معانا وهم
اكتاهوا مننا والغفر السواح خد وصباتهم وبيدور عليهم يا رب ما يلاقيهم يا رب. يا لهوي يا حبيبتي يا اختي يا ريتني ما غصبت عليك انت يا جماعه. تعالى يا اخويا اسم الله عليك اسم الله عليك يا اخويا. يا لهوي ايه الاخبار يا باشمهندس؟ خير يا شيخ سماح، فاضل بس ان انا افنش حبه البرامج اللي فيه. خد نزل كارت الميموري ده عشان نعمل منه مقاطع تشويقيه. دي الاعدامات اللي حصلت النهارده وهنكمله بكره. بعد كده تديه لشادي يبعته ميل لجبهه النصره. حاضر يا شيخ سماح. اخبار التويتات ايه؟ التويتة اللي بتتكلم عن انقسامات داخل الجيوش العربية عاملة ريتويتات عالية والناس بدأت تتفاعل معاها. أهم حاجة اختيار الجمل تكون محبطة بقدر الإمكان، وعايزك تعمل لي كوميكس عن حكاية الرئاسة إياها أو الوزير. لكن أنا معرفش شكلها. كنت عامل حسابي، اتفضل. فلاشة 8 جيجا عليها كل كليباتها. جزاك الله كل خير. تنزلها وترجعها لي تاني. السلام عليكم يا شباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه لا 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 مش معقول. ايه ده؟ في ايه يا شيخ محمد؟ في ايه في ايه؟ الراجل ده انا اعرفه كويس جدا، ده جاري من المنطقه وملوش اي علاقه بجبهه النصره. لازم الحق ابلغ الشيخ سماحه حالا. شيخ سماحه يا شيخ سماحه. ها لحيته؟ لا لازم اوصله باي طريقه عشان ابلغه الموضوع ده. للاسف مفيش اي وسيله اتصال بالشيخ سماحه في المكان اللي هيتم فيه الاعدام. طب وايه العمل دلوقتي؟ محدش هيقدر يوصلك بيه غير الامير. على خير الله يا شيخ غزي، توكل على الله. السلام عليكم. شو بدك؟ الاسير المصري اللي هتعدموه النهارده انا اعرفه كويس. ده لا من جبهه النصره ولا من اي جبهه تانيه، ده جاري في مصر ولازم نوقف اعدامه. انت جاي تتشفع له عشان جارك ومصري مثلك؟ ابدا، الراجل ده مش ملتزم وملوش في الجهاد وشغال مع الكفره والمرتدين في مديريه الامن. مديريه الامن؟ انا راح اتصل بالشيخ سماحه وابلغه. يا شيخ سماحه صحصحوا معانا يا جماعه بقى عشان ربنا يكرمنا ونخلص بدري. المخرج ده عصبي ومش عايزين نتعصب على بعض تاني. وبعدين الشيخ سماحه قال لي هجيب لك وجبه سمك، مش هتنازل عن وجبه السمك. انا بقول لك اهو. هو مين اللي بيتصل؟ ده الامير بيستعجل تنفيذ حكم الاعدام. انا مش عارف ارد عليه اقول له ايه. انا مش هقدر ارد عليه غير لما نعدمه. اقول له اللي احنا عدمناه. اكذب، استغفر الله العظيم، كله الا الكذب. الا تعلم يا اخي ان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار. يلا يا اخوانا اعدموه خلصونا، عايز اطمن الامير. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. يا رب السلام عليكم. حول ولا قوة إلا بالله. الله 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 الله. أبو براء ينادى أبو حيدة، ارهبت يا جناب الأمير. أبو براء ينادى أبو حيدة. يا من تكرم يا رب. أبو براء ينادى أبو حيدة. إيه يا جدعان؟ مين مع مين؟ مين مع مين؟ الله 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 الله. يا من تكرم يا رب، يا من تكرم يا رب، يا رب اصبر يا رب. هو مين مع مين؟ هو مين مع مين يا جماعه؟ هو مين؟ وراه ينادى ابو حيدر. يا ليله سودا، في ايه يا عم؟ في ايه يابا؟ لا لا انت قاعد ترغي هنا والتصوير باظ بره. ابو براء ينادى ابو حيطه. هو مين مع مين؟ انا عايز افهم. ابو براء ينادى ابو حيطه. الراجل اللي كان هيموتني خد طلقه في دماغه ومات على كتفي يا عيني. اسكت بقى. ابو براء ينادى ابو حيطه. ابو ارمط ينادي ابو امك. في ايه؟ انت ايه اللي جابكوا هنا؟ يكون في علمك كل واحد هيموت من عندنا قدامه 10 هيموتوا من عندكم.
عندنا اللي هو جبهة النصرة يعني؟ أيوة. إحنا جبهة النصرة يعني. هو مش جبهة النصرة ديت مسلمين وبتوع ربنا؟ أيوة. وأنتوا برضو داعش ومسلمين وبتوع ربنا؟ الحمد لله. طب هما إزاي بتوع ربنا بيضربوا في بتوع ربنا؟ ودول بيموتوا بعض يقول الله أكبر وده بيموت يقول الله. أنا مش فاهمكم، أنا مش فاهم أي حاجة. وسايبين الدنيا كلها وجايين تصفوا حساباتكم عندنا في مصر، ايه ارض محايده يعني؟ مصر دي سنغزوها عن قريب ان شاء الله. ستغزوها؟ ما انتوا غزتوها خلاص. هو ايه مصر ومرسى مطروح؟ ما مرسى مطروح هي مصر يعني. مرسى مطروح ايه؟ احنا هنا في ليبيا. ايوه يا عم، بس لما نروح هناك ليبيا مين؟ الدوله الاسلاميه في ليبيا. يعني احنا هنا في ليبيا؟ ايوه في ليبيا، اللي هي عاصمتها طرابلس. ايوه اللي عاصمتها طرابلس. يعني احنا مش في احنا صلي على رسول الله. لويس هاري شو عم تفكر يا ايهم؟ ايهم، لو اللي نسمعه عن هجوم جبهة النصرة صح، معناها شلون حيكون مصيرنا؟ هني اللي بسوريا نفسهم اللي هون، ما بيفرقوا شيء نهائيا. بس خليه على الله، ربك يستر بس يا ايهم. على الله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما انتوا يابا عندكم ناس كتيرة اهو، يعني اشمعنى جت على أم أنا وعايزين تعدموني؟ مش فاهم أنا يعني. يا دفعة، يا دفعة، حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خش جوا، ليش واقف جنب الباب؟ معلش أصل أنا نازل قريب. وليش لابس هيك؟ هيعدموك؟ والله أنا ما فاهم حاجة. اصل بتوع داعش مفكريني تبع جبهه النصره، وجبهه النصره مفكريني تبع احرار ليبيا، واحرار ليبيا مفكريني تبع انصار الشريعه، وانصار الشريعه مفكريني تبع القاعده، وانا متلخبط مع اني بشجع وادي دجله. ايهم احسن. اسمك احسن؟ ويعني انت اللي اسمك ايهم؟ انا اسمي ايهم. والله انا فكرت النيك نيم بتاعك، فقلت اخش عليك بالنيك نيم بتاعي، يبقى نيك نيم قصاد نيك نيم. معلش احنا بنتكلم يعني. وانت شنو اسمك؟ انا اسمي القرموطي من مصر. مصر؟ ايوه. انت من مصر؟ ايوه. مصر؟ لا يكون عايز فلوس من حد مصري، انا مش هدفع حاجه لحد يا عم الحاج، بقولها لك اهو من دلوقتي عشان انا جاي حاجه مصر الابيه، مصر العظيمه العريقه اللي حطمت مخطط الامريكان والصهاينه. الله يحرس مصر واهل مصر، ويحفظ ليبيا واهل ليبيا، ويحفظ الوطن العربي كله. قادر يا كريم. امين يا رب. امين يا رب، عشان ربنا ايه ده؟ انا مؤاخذه مش واخد بالي، هم لا مؤاخذه بيعلموكم الاول محو الاميه قبل ما يعدموكم ولا ايه؟ مش فاهم انا. لا، هذا بالاساس كان فصل للدراسه. كل هالمبنى كان مدرسه بالاساس. مدرسه؟ يعني حولوا المدارس لمعتقلات؟ يا حول الله. يعني المدارس بدل ما الناس تتعلم فيها بقت المدارس عشان الناس تتعلم عليها؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اوعى حد يمد ايده. وكيف بتتركوا لهم المكان؟ هنعمل ايه؟ تجهيزاتهم وعددهم اكبر مننا. طبعا، ما هو تمويلهم بيزيد كل يوم. طب وانا ممكن اسال جنابك عن سبب وقف قرار اعدام الاسير؟ وين السمع والطاعه يا شيخ سماحه؟ يا مولانا، السمع والطاعه انا نفذته لما انصعت الاوامر سعادتك، بس انا بسال عن السبب عشان استفيد من حكمه سعادتك وذكائك. في فكره بتخلي استخدامه اهم بكتير من اعدامه، والفكره دي قالها لك محمد مش كده؟ سماحه، انا اسف، انا اصلي بس شايف ان هو مستحوذ على اهتمام جنابك. شاب مخلص عنده افكار كتيره مفيده، واضح ان راح يكون له مستقبل كتير واعد. اكيد. يا اهلا وسهلا، ايه اللي جابك هنا يا قرموطي؟ يا دي حكايه كبيره قوي وطويله، عايزه وقت عشان لا ما تقوليش، اوعى تكون انت ميدو. انت ميدو؟ شفت يا ميدو؟ شفت اللي حصل لعمك القرموطي؟ خرقت بينا المركب ونرجس مش لاقيها، وجابوني هنا كانوا عايزين يعدموني بالحضن يا ميدو. ميدو ايه؟ أنا اسمي هنا الشيخ محمد. أنت طب مع مين فيهم بالظبط؟ أنت مع جبهة النصرة ولا مع أنصار الشريعة ولا مع فجر ليبيا ولا وادي دجلة؟ دجلة؟ إيه ده؟ إيه ده؟ مالك يا محمد؟ في إيه؟ اللباس هيقع عيب كده؟ هو أنت جار الشيخ محمد؟ جاره ده إيه؟ ده أنا مربيه، ده أنا مربيه على حجر من وهو عايز أوري لعمك الوحمة. ده إيه ده؟ أنت هتقول ده إيه يا محمد؟ ما تقول له يا شيخ ميدو، قصدي يا شيخ محمد. أيوه طبعًا، هو اللي مربيني، ولما كبرت ورجعت طردني من البيت.
فاكر وانت بتطردني لما قلت انك من الجيل الرابع من الكفار ولا نسيت؟ استغفر الله العظيم، اذا انباح بكفره امام الناس. الله اكبر. اهدى شويه. الله اكبر. اهدى شويه. الله اكبر. في ايه يا عم؟ اهدى. انا قلت لك كده بتتبلى عليا قدام جناب الامير؟ انا قلت لك احنا انا هو اسمعها غلط. انا بقول له انا من الجيل الرابع من التكفيريين. لا ده انا بكفر الناس من وانا صغير. انت هتتبلى عليا يا محمد؟ طب قول له لما كنت بتخش عليا زمان في القهوه وانا قاعد بسمع عبد الوهاب، كنت بسمع اغنيه ايه لعبد الوهاب؟ بكفر في اللي ناسيني وبنسى اللي مكفرني. اساله اساله. شكلك ما بتؤمن بافكارنا. ليه ما بنؤمنش؟ شكل ما ده انا ده انا ده انا في التطرف على ابويا. لا تقول تطرف يا ازهر. ازهر لا، هي وصلت لازهر خلاص، مفيش تطرف. بس انا يعني ما بقولش حاجه. ماله التطرف؟ وحش التطرف. انا مش عايز اكلمك بس عشان ما فتحش عينين الواد. انا متطرف قديم، انا من ايام اسامه. هم سيادتك قالوا لنا ان احنا نتابع هنا في القسم. ايوه فعلا، في اشاره وصلت من مديريه مطروح وغفر السواحل مسحوا المنطقه بالانشاد يعني. ومفيش اي اثر ليهم. يا حبيبتي يا اختي يا صغننه، انت ميته ونفسها تاكل سمك او زمان السمك كلا. لا مؤاخذة يا سعادة الباشا، معلش يعني مفيش امل خالص. لو في حاجه هنبلغكم. من وين تعرف الشيخ اسامه؟ ياه انت هترجعني فلاش باك بقى من 20 سنه فاتت. انا كنت في افغانستان من 20 سنه وكنا قاعدين شله واحده في كهف واحد مع بعض، انا وهو والشيخ الزرقاوي والزواهري. الله يرحمه. مين الله يرحمه؟ الشيخ اسامه. شوف الكلام، مفكر الشيخ اسامه مات. الشيخ اسامه ما ماتش، الشيخ اسامه حي يرزق. وين؟ عندي في البيت. اول ما هرب من افغانستان جه عندي في البيت، رحت واخد له شقه ورافورنا حبيب في الدراسه كده، وعامل له فرشه برتقان كده عشان ناكل عيش. بيني وبينك الارهاب دلوقتي ما بقاش ياكل عيش زي زمان خلاص، الدنيا باظت. مفيش حاجه دلوقتي، كله نازل الاب، مفيش حاجه طالعه داون خالص دلوقتي. فين زمن الارهاب الجميل؟ فين؟ اقول لك ايه يا جناب الامير، ما تصدقوش ده والعبان. والعبان؟ ايه الكلمة القديمة دي؟ دي تمنيناوي قوي يا عم. بفكر اعطيله فرصة. اديني فرصة، اديني محاولة جديدة، اديني حنان من اللي انا مش حاسه بقالي زمان. انا رأيي ان احنا نعدمه ونخلص. ما تقول كلمة حلوة يا عمنا. اعدام ايه؟ ما تزعلش منا جناب الامير، انا حاسس ان الشيخ سماحة كلمته ماشية على جنابك. شو؟ كلمته، ما هو ما انت شايف بيقول ايه، كلمته ماشية عليك. سكرتمك يا سماحة. لا يا ريت يعني شخطة أكتر من كده شوية. شو عم بتقوله يا أزهر؟ سماحة كلمته أهم من كلمتي. ما أنت سامع عمال يقول اعدمه، وأنت شكلك كده موافق وعايز تعدمني. ما في حدا راح ينعدم. بس أي حد معدي يسمع الجملتين دول يقول إن جناب الأمير كلمته ماشية على سماحة. معلش إحنا بنتكلم، ده الكلام المظبوط. طب يا جناب الأمير، إحنا هنعمل إيه دلوقتي مع القرموطي؟ ننقله من زنزانة الأسرى لمعسكر المجاهدين. يا حبيبي يا مروقني يا مدلعني، أنا عايز أروح معسكر الجاهدين بعيد عن هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد أن اجتمع أهل العقد والحل في دولتنا الإسلامية الجديدة، سوف نحطم كل الحدود التي حددها الاستعمار ليدخل على المسلمين بالحصار. ونحن بهذه الانعطافة سوف نسعد شعوبنا بعنان الخلافة التي سوف يكون مهدها من هنا لنغزو مصر إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم شكل حكاية الجهاد دي فيها لقمة عيش حلوة إن شاء الله، وكلنا هنرزق وربنا هيكرمنا. بس خمسة كده عشان أعرف أركز عشان مش شايف. لا زي ما أنت تاني عشان أعرف أركز. بسم الله الرحمن الرحيم. خمسة بقى كده علشان لو مؤاخذة نلحق نكتب عملية فحيح الأفاعي. ما في داعي للكتابة. مفيش داعي، ارجع مكانك. قبل ما نبدأ شرح عملية فحيح الأفاعي، بدي كل واحد يعرف نفسه. أبو كعكا سويدي من ستوكهولم. أبو السمراء البلجيكي بروكسل. أبو سويمان نمساوي فيينا. أبو سويدة النرويجي أصله. أبو مصعب القرموطي القاهرة دار السلام. ما تعرفناش بحضرتك، أبو مين؟ أبو إيرلي الأسمدة؟ هذا أبو أوليفر من لندن. لندن؟ لندن أحسن ناس. أهلا وسهلا، أنتوا أساس اللعبة والمنطقة إنجليز يعني. يا أهلا بك. أنت دخلت الإسلام بقالك قد إيه؟ أنا الحمد لله دخلت الإسلام قريبا. قريبا كامينج سون يعني. أهلا وسهلا. وأسلمت بقالك قد إيه؟ سنين شهر. يعني أسلمت من شهرين.
واول ما دخلت كده على الجهاد على طول. يعني ما فيش سنتين صلاه سنتين صوم تاخد اوليفر وام اوليفر وتروحوا تعملوا عمره مولد النبي؟ اشتغلونا انتوا ولا ايه؟ والله العظيم تلاقيني اهلا وسهلا منور. ما شاء الله عليك. انا عندي احساس وانا احساسي دايما على صواب انك ابتديت تقتنع بفكرتنا يا ابو مصعب. فين ابو مصعب ده؟ انت ابو مصعب. ابو مصعب. انا ابو مصعب القرموطي. معلش انا عرفت انك مجاهد كبير لاختيارك لهذا الاسم. الحمد لله. شو رايك بفكرتنا اللي هي دوله الخلافه الاسلاميه لاعلاء كلمه الله على الارض وظهر الكافرين للقضاء على المجتمع الجاهلي؟ شو رايك بفكرتنا في ايه؟ عدم المؤاخذه، شو رايك في دوله الخلافه الاسلاميه ابو مصعب؟ لقمه عيش حلوه ان شاء الله ربنا يخبز لنا فيها لقمه طريه ويبارك لنا فيها ونعمل اسم فيها ان شاء الله. انا قلبي حاسس ان الليله دي. شو عم بتقولوا عرموتي؟ شو لقمه عيش؟ لا تزعلني منك، هيدا جهاد والجهاد لا يقدر بملايين. يقول الله في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. دي اخر ايه في سوره العنكبوت. ما شاء الله عليك يا قرموطي، انت حافظ القرآن؟ يا راجل حافظ القرآن ده، انا من وانا عيل صغير في الكتاب. افتكر انت ما توعاش على الكتاب يا مولانا، شكلك كده مواليد التسعينات كده. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، انت لساك حافظ اسماء الصور بالايات بالارقام. الحمد لله، ما بيقولك التعليم في الصغر زي النقش على الحجر بالظبط. وبعدين الحمد لله كل سنة بختم القرآن 3 مرات في رمضان. الحمد لله. شفت يا محمد، نظرتي في الناس ما بتخيب بنوب انه راح يصير مجاهد من المجاهدين اللي راح ينكتب اسمهم في لوحة المجاهدين العظماء اللي هي كلهم السبب في انشاء دولة الخلافة. من هون وجاي بحق لك عيط لك. مالك مالك بس يا عم مربوط؟ بعيط معاه مساهمة مني. مساهمة ايه؟ يعيط لك يعني بينادي لك؟ ها بيعيط يعني بينادي؟ عيط يا مولانا. بعيط لك بالشيخ ابو مصعب القرموطي. يا بختك يا عم قرموطي، مش اي حد بينول المكانه دي عند مولانا، ده عيط لك بنفسه والله. طب بمناسبه قعده العياط دي اللي احنا هنعيط فيها كلنا ان شاء الله، انا معلش يا مولانا سامحني، كان ليا وجهه نظر في حكايه دوله الخلافه دي. يا محمد في ايه؟ الله بتزقني ليه الزقه دي؟ بدي اياك يا محمد تاخد ابو مصعب القرموطي في جوله يشوف بعينه الدوله اللي هيضحي من شانها. امرك يا مولانا. هو مش هيضحي معانا ولا ايه؟ يا ميدو في ايه؟ هو انا كل ما اكلمك هتفضل تزقني كده؟ زقتني هناك وسكتت لك، في ايه يا ميدو؟ انت اللي فيه ايه؟ هو خلاص يعني؟ وعشان امير فضفض معاك بكلمتين هتنسى نفسك؟ هتتناقش معاه وكمان تقول له رايك في دوله الخلافه الاسلاميه؟ وفيها ايه لما اتناقش معاه واقول له رايي؟ فيها ايه؟ فيها انه حرام. حرام شرعا. اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. هم عليهم التوجيه واحنا علينا السمع والطاعه. سمع وطاعه ايه يا ابني؟ دي اسمها مطاعه. السمع والطاعه في كل حاجه في الدنيا الا في قتل البني ادمين. ياض انت ما قريتش قران في حياتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ومن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. وشوف ربنا سبحانه وتعالى ما قالكش لا نفس مؤمنه ولا نفس كافره، قال لك اي نفس اي نفس في الدنيا حرام قتلها يا محمد. وده بقى تفسير الشيخ القرموطي؟ اوعى تكون صدقت نفسك لما الامير قالك ان انت الشيخ ابو مصعب. ها اعترض كمان على كلام الامير؟ يلا اعترض، انت متضايق منه؟ قال لي يا شيخ ما انت لسه دلوقتي بتتكلم عن السمع والطاعه. فين السمع والطاعه يا شيخ ميدو؟ ولا هو سمع وطاعه حسب المزاج يعني؟ انا خلاص احترت فيك، انت ازاي اعرف ويمسحوا مخك كده للدرجه دي مع انك مهندس يعني ومتعلم ومصروف عليك؟ ازاي قدروا يقنعوك ان الجبن والخسه والنداله ممكن يخلوك شهيد؟ قدروا ازاي يقنعوك انك لما تقتل اللي من دمك ومن دينك وسايب عدوك الحقيقي اللي له من دمك ولا من دينك هتبقى شهيد وتلاقي حور العين مستنيينك؟ اعقلها في دماغك يا ابني، اعقلها في دماغك، ده انت لو كان لسه عندك دماغ. طيب يلا يلا عشان نبدا الجوله ونخلصها، اتفضل قدامي. جولة؟ هل يعني حيوديني الكريزي ووتر؟ الولد الصغير الولد الصغير. لا
اله الا الله، العود لسه فيه وتر يا باشا. تلخ ده يا عيني، بيره ولا خمره؟ لا يا قرموطي، الاخ ده مسكوه وهو بيسمع اغاني. ايوه ما لازم يا اغاني. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله. ماذا كان يسمع هذا الزنديق؟ محمد حمائي. محمد حمائي دي فيها كام جلده؟ 20 جلده. 20 جلده محمد حمائي، على كده الهضبه 60 جلده. عمرو دياب برضه بيوزع اكتر يعني، فهمت يمكن كده عشان ما. وانا على الباب بخبط. اوبا، ما تقوليش ده اكيد كان بيسمع هيفاء وهبي، باين يعني. لا يا رموتي، ده حلاق. حلاق؟ استغفر الله العظيم يا رب، ازاي يعني حلاق؟ ازاي مش فاهم. حلاق يا رموتي يعني بيكسب رزقه من قص اللحيه والعياذ بالله. استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوه. الناس دي هتروح من ربنا فين؟ انا ما اعرفش يعني ايه قص اللحيه. اللحيه لازم 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 نداريها احسن نتسحل يابا. ما شاء الله ما شاء الله، شويه اسيرات زي الفل اهم. قول لي بقى ايه رايك في كل اللي انت شفته النهارده؟ عظمه. هو في احلى من كده دوله؟ هي دي الدوله اللي الواحد بيحلم بيها. يا سلام، لازم نخلص من كل القرف اللي احنا فيه، الحلاقين والناس الفسقه اللي بيسمعوا اغاني. انا عايز اقعد مع جناب الامير النهارده ضروري، يعني علشان نعمل اجتماع لموضوع الاغاني، عشان احنا موضوع شيرين عبد الوهاب ده ملخبطني شويه. مالها شيرين عبد الوهاب؟ لا، ليها أغنية بتاعت مشاعر، تشاور، تهاجر، تعافر، يعني ملخبطانة شوية. عايز بس أعرف الأغنية ديت هيبقى فيها جلد ولا وقت. اوعى تفتح الموضوع ده مع جناب الأمير خالص كده، ممكن يتضايق منك، وخصوصا إن الراجل محضر لك مفاجأة كبيرة. إيه هي؟ شفت البنات السبايا اللي عدوا من شوية دول؟ دول دفعة جديدة، وهو شايل لك واحدة منهم. حبيبي يا مروقني، أهو ده الكلام. دي أقل حاجة ممكن يعملها معاك قبل ما تقوم بالعملية الكبرى. كبرى؟ أنا مش فاهم إيه حكاية التعابين معاكو، مرة كبرى ومرة فحيح الأفاعي، مش فاهم أنا. فحيح الأفاعي ده كان اسم للتمويه يا أرموتي، ودلوقتي جه الوقت إن إحنا نقولك الاسم الحقيقي للعملية. اسمها إيه؟ شخاليل الصحاري. شخاشيخ الصحاري يعني إيه؟ شخاليل. شخاليل؟ يعني من فحيح الأفاعي لشخاليل الصحاري. لا أسامي حلوة الحقيقة. أنا بس ليا سؤال، أنا عايز أعرف مين الحيوان اللي بيختار لكم أسامي العمليات؟ معلش إحنا بنتكلم، أعرفه بس كده، فيس تو فيس أشوف، أطمن. الأمير أسأل أحد رجاله يختار منكم صبية. صبية؟ ليه؟ فاكرنا الإية ولا الإية؟ ده أنا متجوزة راجل وسيد الرجال. بس زمانه غرق، تلاقي السمك أكله، غطي وشك يا أختي أنت وهي، كتكمنيلة في جمالكم وحلاوتكم؟ ما أسمعش صوت واحدة منكم. يا رب يا ساتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ده قسم الفحص الفني؟ إيه؟ يعني ده القسم اللي أصل جناب الأمير بعت لي قال لي عشان أختار سبية من السبايا، وما شاء الله ده عامل لي خيمة فراولة، بإنها هتبقى ليلة عناب إن شاء الله. اختار لك واحدة. بس؟ بس، ولك الحق في نظرة واحدة بس. نظرة واحدة؟ بس. ما هو لازم برضه نطمن عشان نشوف الشاسيه الفيس عامل إزاي، يعني الهارد ماشي مع الفيس ولا الفيس مع الكيبورد، مش يعني نظرة كده ممكن؟ إيه؟ لا مش غير. ننقي مين؟ ننقي مين؟ حادي بادي كرومب زبادي. طب نبدا بدي، نبدا بدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. والقمر منين؟ رشا. لا مش الاسم، مش النيم، فروم وير؟ رشا. لا حول ولا قوه الا بالله، الحلو ما يكملش. حلوه بس غبيه. هو الفيس عندها زي القمر، بس الكيبورس عندها الحروف كلها واقعه، يعني عايزين نشوف حاجه يعني. طب ممكن اجرب حضن؟ ايه يعني حضن على ضعيف كده؟ دي هتبقى عشره. هو اي كلام يا عم؟ احنا هنصلق بعضينا ولا ايه؟ انا جاي اتهج جنب الامير، حضن على ضعيف وخلاص وهنخلص. تعالى يا بنت مبدع، ده شغل، ده شغل. تعالى كده. حضنت يا عم؟ هتسرعني؟ في حد يقول كده حضنت؟ مش لما نكمل بقيه الاختبار. اسمع منك، بحبك يا ارنط. احبك ارنط؟ ارنط؟ لا ده انا كده هتلخبط في اسمي، مش هينفع. خش على التانيه. لا حول ولا قوه الا بالله، ما شاء الله. الله واكبر، ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. الحلوه منين؟ اوكرانيا. على خيرة الله، انا مع ام رانيا. ممكن اجرب حضن على السريع؟ حضن يا عم. مفيش كده يا عم، ما تسوقش سمعتنا في اوروبا الشرقيه. لا ده في كلام هناك جامد قوي. خلاص رست على مرانيا. تعالى مرانيا، سلام عليكم، خذوا بعضكم. مش هتشوف التالتة؟
لا شكلها عصبية وبتغل في روحها من الصبح، وأنا مش ناقص نكد، أنا مع مران يا فلة كده. بحبك يا أرمط. لا أنا ودني فيها حاجة ولا أنا البفار ابتدى يلعب في عبي، ممكن أسمع بس الكلمة دي أسمعها مرة تانية؟ بحبك يا أرمط. لا لازم أطل طلة بقى علشان أطمن بجد. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله. على من وقع اختياره؟ على دماغ أمي. خلاص هو في اختيار بعد الاختيار؟ انت فين يا بنت الناس ده؟ انا بلف عليك الدنيا كلها ما لقيتكيش. الحمد لله اني شفتك دلوقتي. مش عايز تجرب حضني؟ انا مجرب حضن أمك بقالي 300 سنة. نترككم للخلوة الشرعية. ليه ما انتوا قاعدين معانا شوية؟ ما احنا بقالنا سنين خلوة يعني. يلا يا بنات يلا يا بنات. مع السلامة يا مرانيا. خدي اختك رشا في ايدك كده وخلي بالكم وانتم ماشيين في السكه. يا بنت انت فين؟ ده انا دخت عليك الدنيا كلها. الحمد لله ده صدفه ولا في الافلام العربي. وحشتيني يا نرجس وحشتيني. وحشتك بعمرت يا اخويا الاحضان اللي عمال ترميها في كل بلد شويه. يا بنت بجرب حضنك بدور عليه بشمعه. طب ما انا كان ممكن اقطش في الشفايف، ما قطشتش ليه؟ برضو مبدا وبحبك وبدور على حضنك يا بنت. بهدلوني يا قرموش وجابوني هنا غصب عني. اوعى يكون حد عمل معاكي حاجه. لا بس قالوا لي هيشغلوني معاهم في حاجه كده اسمها جهاد النكاح. وهو جهاد النكاح لم للدرجه دي كده؟ ايه لا يعني اتجوزوكي من غير ما يعرفوا اذا كنت متجوزه ولا متطلقه ولا في شهور العده؟ ايه البزراميط ده؟ ايش اخبار العروسه الجديده؟ الحمد لله طلعت هي هي، حتى العط ماليش فيه نصيب يا باشا. انا بثق فيك يا رموتي ومن شان هيك انا جبتك هون. ايوه لكن ليش انت متوتر؟ معلش اول مره اخش السينما مع واحد غريب. تعال اقعد جنبي يا رموتي. اوبا يا استر يا رب. ايه ده؟ دي مديريه الامن؟ حبيبتي يا مصر وحشتني مصر. ده انا شغال في مديريه الامن دي داخل طالع فيها على طول، كلهم هناك حبايبي يا باشا. لو لازمك اي خدمه بطاقه باسبور رخصه مقضيه باذن الله. بارك الله فيك يا رموتي. بدنا نفجر المديريه. من العندي قبل العندي. شوف انت عايز ايه بالظبط وانا. نعم الكلام مرة تانية عشان السمع تقل شوية. بدنا نفجر المديرية بسيارة مفخخة. مفخخة ازاي يعني؟ مليانة فخفخينة؟ ولا ايه؟ مش فاهم حضرتك انا اصلا عشان انا ابتديت اتوتر شوية. معلش احنا بنتكلم يعني. بسيارة مفخخة يا قرموطي وانت اللي بتسوقها. لا كده طمنت قلبي. طمنت قلبي. خايف يا قرموطي؟ لا خايف من ايه؟ سيارة مفخفخة وانا اللي هخش بيها المديرية يعني؟ ودي فيها حاجة تخوف؟ ودي فيها حاجة تخوف؟ ودي فيها حاجة تخوف؟ يلا يا رموتي عشان اتأخرني على أمير. أمير إيه؟ ما تعال بقى يا محمد. الأمير بتاعك ده طلع رئيس عصابة. أنا سمعته بودني وهو عمال بيتاجر في الآثار والمخدرات وبيكلم واحد اسمه ليفي. قول لي بقى بالله عليك ليفي ده هيتطلع جنسيته إيه؟ موزمبيقي؟ أعلى يا محمد. الآثار اللي عمالين بيكسروها قدامنا ديت آثار مضروبة ملهاش قيمة. الآثار الحقيقية بيهربوها، يعني هم يكسبوا ملايين وإحنا اللي نفجر نفسنا. محمد أمك وأبوك كبروا وبقوا محتاجين لك دلوقتي أكتر من الأول بكتير. اسمع كلامي وتعالى أقف جنب أمك وأبوك وتعالى نهرب من الجحيم اللي إحنا فيه ده. هي حصلت! حصلت تغلط في الأمير وتتبلع عليه. يلا أمن بالله أنا لو قمت بالعملية ديت وفجرت نفسي أنا هنعملها عشان خاطر حاجة واحدة بس. قول لي إيه هي؟ إيه هي؟ عشان أخلص من أمك. اسمعني منيح يا قرموطي، احنا عارفين ان نرجس مراتك. سلامة نرجس بتتوقف على نجاح العملية. نجاح العملية اللي هو ان انا افجر نفسي في المديرية يعني؟ مظبوط الكلام ده، هو ده فعلا. طب وانا هستفيد ايه لما اموت؟ سلامة نرجس. ما تولع نرجس. فيك تعتذر عن العملية وبيتم اعدامك عند الفجر. انتوا ليه بتعملوا فيا كده بس؟ حرام عليكم يا جدعان، حرام عليكم والله. اسمعني كويس يا قرموطي، بعد العملية دي هتبقى شهيد، ونرجس بقى يا بختها هتبقى زوجة الشهيد، محدش هيقدر يلمسها بأي سوء. إنما بقى لو ما سمعتش الكلام وما نفذتش العملية دي هتبقى خاين، وساعتها نرجس هتبقى مرات الخاين، وأي حاجة هتتعمل فيها هتبقى حلال. عاجبك كده أنت؟ حرام عليكم، حرام عليكم يا جماعه اللي بتعملوه فيا ده. انا دماغي هتطق مني. عايز وقت ابوس ايديكم، ما تضغطوش على اعصابي اكتر من كده. قبل الفجر يكون ردك وصلني.
بتقول انه راح يوافق؟ طبعا حيوافق، احنا قفلناها عليه كده ميت كده ميت. الله اكبر الله اكبر. بدي اياك تركز بهالكلام اللي راح اقول لك عليه. تفضل يا جناب الامير. انت راح تكون مع القرموط بمهمته، راح تكون عيوننا عليه، وستكون بمهمة تصوير العملية. طب هو ممكن جنبك أي حد يروح بمهمة التصوير دي غيري؟ إذ بيتم التفجير وبيفشل التصوير بيكون العملية فشلت. بدنا نقوم ببث مقطع الفيديو بعد العملية بدقايق تنأكد إننا نحن اللي سويناها. طبعاً جنبك أنا عارف إن الطاعة واجبة، بس أنا فعلاً قلقان. لا تقلق، ستكون في كرسي المجاور له، ولما بتتأكد إن العملية بتصير بسلام فيك تفك حزامك، واللي بيعطيك فرصة 10 دقايق تتهرب من موقع الانفجار. طيب القرموطي لو فك حزامه هيحصل نفس الموضوع؟ حزام القرموطي ما يتفك بأي طريقة، لأنه مصنوع مخصوص للعملية. شو يا قرموطي؟ بدي أسمع قرارك النهائي. معلش يا جناب الامير، قرار النهائي لمؤاخذه هقوله لك، بس انا ليا شرط واحد. شو شرطك يا قرموطي؟ معلش احنا بنتكلم، انا مش هطلع العمليه ديت الا ومعايا نرجس. استنى الاول. هي نرجس، لا تكون اتغيرت مني وانا ماشي في السكه ولا نرجس. ايه؟ لا طبعا احنا مش رايحين رحله. بس يا نرجس يبقى مش هنطلع العمليه، لان واضح ان الراجل ده كلمته ماشيه على الراجل ده. شو؟ لا شو ايه ده؟ اي حد معدي يشوف الراجل ده بيكلمك بالطريقه دي يقول ده الامير، وانت لا مؤاخذه مش امير. شو عم بتقول يا ازعر؟ ما في حدا كلامه بيصير هون غيري. نرجس بتروح معك. قولها له لايف. نرجس بتروح معه. بس كده يبان ان الراجل ده هو الامير والتاني هو الازعر، يعني الراجل ده هو اللي ماشي كلمته على الراجل كده. تبعد انت كده مية مية. طب وايه ايه ايه وبعدين؟ بعدين ايه اللي هيتم؟ هتتفجري معايا يا روح الروح. هتتفجري معايا يا روح. ما تيجي بينا بقى نحتفل بالتفجير. بعد اذن حضرتك هنحتفل بالتفجير انا ونرجس كده لوحدنا. لو سمعت اي فرقعه اعرف انها بروفا. معايا انت اللي ماشي. لا تقلق، خطتنا بتصير مثل ما هي، لكن نرجس خلاها تقعد جنبي وخليك انت بالخلف. توك ما بتصير عند المديرية بتنزل من السيارة، في يدك الكاميرا وفي يدك الأخرى هذا الجهاز. ده جهاز تحكم عن بعد في القنبلة. لو شكيت ان القرموط بيخبص خد القرار بدون تردد. سرعة. حاول حاول تروق. اهو استرها معانا يا رب، استرها مع قرمط لاجل النبي حبيب. مالك يا عم قرموطي؟ مش عارف اقول لك ايه، اقول لك نعيما ولا جحيما. اتفضيت عشان نصلي ركعتين لله بنيه التوفيق في العمليه. بنيه التوفيق؟ اتوضيت. بس عندي سؤال يا شيخ محمد، تفتكر الناس اللي هنقتلها ديت من غير اي ذنب دول محتاجين ركعتين بركه من ربنا؟ هما اللي بداوا بالعنف. رجعنا بقى للنغمه القديمه، العنف يولد عنف والكهن يولد محن والكلام اللي ما بقاش يجيب نتيجه. ده يا محمد الموضوع اختلف دلوقتي. انتوا كنتوا الاول بتعادوا حكومة، لكن دلوقتي بقيتوا بتعادوا شعب بحاله. وصدقنا يا محمد
مش هتقدروا علينا. والله العظيم ثلاثة ما هتقدروا علينا. هنقدر وهنحقق مشروعنا، دولة الخلافة. دولة الخلافة، الدولة اللي أول ما ابتديتوها قلبتوا المدارس بقت معتقلات والجناين بقت ساعات إعدام، هي دي الدولة اللي انتوا بتحلموا بيها؟ ما تذكرش إن في شوية أخطاء. شوية أخطاء؟ يا خسارة يا محمد، يا خسارة الفلوس اللي اتصرفت عليك في الهندسة عشان تطلع مهندس كبير تبني بلدك، وقبل ما تبني طوبة واحدة فيها بديت مشروعك بالهدم، عايز تجيب عليها وطيها. لازم نهدم الجهل والفقر اللي كانوا معيشنا فيه. يا ابني فوق بقى، الكلام ده ما بقاش ياكل معانا خلاص. جهل ايه وفقر ايه؟ انت ما شفتش اللي جنبك في المعسكر كانوا عاملين ازاي؟ ده البلجيكي على اشي سويدي على اشي امريكاني على انجليزي، عينيهم خضرا وشعرهم اصفر. شافوا فين جهل دول؟ شافوا فين فقر دول؟ احنا لسه هنتناقش، يلا عشان نصلي مفيش وقت. انا اللي هقوم، انا الاكبر سنا وانا اللي هقوم. وانا الاكثر علما. لا وانت الصادق، انت الاكثر جهلا. لو اني سجدت الصلاه. حاضر امسك. نويت أصلي ركعتين لله بنية التوفيق في هذه العمليات الجهادية. الله أكبر. مبروك يا حجة، مكتوب لك تشوف الجنة قبل النار. أنت لو مشتاق لها روح، اسبقنا على هناك. يا ريت يا حجة، بس لسه ربنا ما أذن، شايني الحاجة أكبر. أنت مو فرحانة ولا شو؟ إيه؟ ده احنا حننفجر الصبح مع طلعة النهار. بوم، ما فرحش ازاي؟ فرحانة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا مالك الملك، يا عزيز ويا جبار، نصرنا في هذه العملية التي نجاهد فيها من أجلك ومن أجل إعلاء كلمتك. نبي يا رب العملية تفشل وما تنجح أبدا وتنجدنا قادر يا كريم. بتقول حاجة يا قرموطي؟ حاجة بيني وبين ربنا، أنت مالك؟ أدينا وصلنا يا قرموطي، هو بعدنا عن ولاد الحرام. ما تيجي يا أخويا نسلم القنبلة اللي معانا ونبلغ عن ولاد الجزمة دول. والجزمة اللي ورانا ده؟ احترم نفسك. على فكرة أنا ممكن في أقل من ثانية أفجر العربية باللي فيها. أقصى عليك يا ميدو، هانت عليك قبلتك نرجس، قبلتك نرجس اللي ياما أكلتك بإيديها المفتقة. رخر أهو بيعمل بيها وهيفتقنا كلنا أهو. لما نوصل عند المديرية ممكن تفك حزنك، وهيبقى قدامك على الأقل 10 دقايق تهربي فيهم براحتك. طب وعمك قرموطي؟ لا، عم قرموطي الحزام بتاعه ما بيتفكش. يعني إيه ما إيه الليلة السودة؟ ده فعلاً ما بيتفكش. كده ميدو؟ يعني انا الوحيد اللي هتفتق في العربيه ولا ايه؟ ماشي يا محمد، ماشي، مردود لك يا محمد، مردود لك. اوبا، شكلنا داخلين على لجنه كده يا عم الحاج. ضعنا، العربيه لا فيها رخص ولا انا معايا رخصه، نعمل ايه؟ ما تقلقش، كل حاجه هتلاقيها عندك في الشماسه. الشماسه؟ والله ده انتوا عاملين رخصه القرمط اهو، والتوكيل ده باسمي. ده قشطه كده، العربيه لو ما انفجرتش تبقى بتاعه قرمط رسمي، اتفقنا؟ وانت حامل؟ ها، حامل من مين؟ معرفش، انا لسه هعر. حامل من مين يا وليه؟ اسكتوا بقى، اعملي نفسك حامل وعلى وش ولادك، حطي تحت هدومك. اي حركه كده ولا كده هفجر العربيه بالكمين. رخصك موجوده، رخص لسه عاملينها جداد. هم الرخص لسه هم عاملينها لي جداد. يعني لو شاكك انها مزوره انا ممكن اروح معاك المديريه. عشان جايين منين كده؟ حضرتك يا فندم، حضرتك احنا جايين من الساحل، خالتي بس جالها الطلق وحالفه ما هتولد غير عند امها. والله يرحمها. ايه؟ ربنا يبارك لها وينتحها بالسلام. معلش احنا اسفين جدا على الازعاج، ممكن بس تفتح لنا الطريق؟ عشان زي ما انت شايف هي حالتها تعبانه جدا. تعبانه؟ تعبانه؟ هتنفجر مننا، خد بالك من الكلام. ماشي يا شيد، اتفضل اتفضل. هتنفجر مننا، ما خدتش بالك لسه؟ يا سيدي خلاص افتح الطريق اتفضل. هي باينت اصلها ان شاء الله. نشر التسعة كده باذن الله. خش يلا، اول ما تشوف نشر هتعرف انها انفجرت مننا. أنا عايز أفهم،
الناس دي ذنبها ايه علشان تموت ميدو؟ العيال الصغيره اللي شابكه في ايد امهاتهم دولت رايحين المدرسه ذنبهم ايه؟ اعقل يا ميدو، اعقل يا ميدو واسمع كلامي. وقت الكلام خلص خلاص، عايز تحمي الناس اللي صعبانين عليك دول قوي كده؟ يبقى تدخل بالعربيه لابعد حته في المديريه عشان الانفجار يسيب بتوع الداخليه وبس. انا هنزل دلوقتي من العربيه هراقبك من بعيد، لو حسيت باي غدر هفجر العربيه. ما تخافيش يا نرجس، عبد البر موجود اهو، لا بيطيقني ولا بطيقه. ان شاء الله ده اول ما يجي عليا دلوقتي هحوله العربيه متلغمه وهو مش هيسيب العربيه وهيفططها حته حته. يا عبد البر افتح يا ابني. اهلا اهلا يا قرموطي. اهلا بيك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اتفضل اتفضل اتفضل. انا جاي ازور خالتك يا عم الحاج، مش هتفتش العربيه زي كل مره؟ لا مش مفتشه، انت زعلان من المره اللي فاتت، كان في اوامر علينا، وبعدين عيب افتشك والمدام معاك. طب عليا الطلاق لا انت مفتش العربيه. الطلاق على طلاقك ما نفتش العربيه. الطلاق فوق طلاقك 30 طلاق لا انت مفتش العربيه. 200,000 طلاق ما نفتش العربيه. طلاق على طلاق كنتوا الاثنين لا تفتش العربيه. ميدو هيفجرها. اعمل ايه يا ولية اعمل ايه؟ ده راجل غبي ومش عايز يصدقني. بقول لك فك الحزام واجري، انت هات الريموت كنترول من ميدو. يلا اجري. لا ما ينفعش، ميدو بيقول لو فكيت الحزام بعدها ب 10 دقائق العربيه هتنفجر. مفيش فايده. ايه اللي هناك ده؟ اجري اجري يا ولية اجري، هات الريموت كنترول من الولد بسرعه. وانت يا عبد البر ابوس ايديك، العربيه هتنفجر، ابعت هات عند من المفرقعات. انت بتقول كده عشان افتشك؟ طب على الطلب بالثلاثه ما نفتش. مفيش فايده. اوعى اوعى يا عبد البر، ابعت اي حد يفضي لي السكه. في مواطن بيحاول يبعدنا عن نطاق السكه وجاري رسائل احداثيات القوه. انا فندم. الله أكبر 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 الله أكبر. يا عربوت احنا مالين مكان حواليك. الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. استرها معانا يا رب. اسمع العربات التامين لحد ما تعلق على المنطقه السكنيه. جايلك يا حبيبي. اتفجر يا حرمتك. عكس عكس يا عكس الحاج هعمل ايه؟ خلي بالكم خلي بالكم معايا قنبله. We'll be right back.
هو فيه حظك حلو يا هرموتي. القنبلة ما كانتش مربوطة في العربية كويس، لما اتهبدت في المطب القنبلة وقعت. الحمد لله على السلامة. الحمد لله أحمدك واشكر فضلك يا رب. العربية سليمة والرخص سليمة، يبقى كده العربية بتاعتنا. اللي عملته ده يا رموتي هيتكتب في كتب التاريخ. الله يخليك يا سعادة الباشا، بس يا ريت يعني لو حطيتوني في كتب التاريخ خليها في اول صفحتين، عشان العيال ما بتذاكرش غير اول صفحتين وبعد كده الامتحانات بتتسرب شومنج بقى وحركات والحاجات ديت، علشان احنا نبقى بس مظبوطين بالصلاه على النبي. حاضر يا رموتي، لو احتجت حاجه تليفوني معاك. حبيب هارتي، ربنا يخليك ليا يا سعادة الباشا، يلزمش اي خدمه مني يا باشا. استنى يا رموتي، عندي ليك مفاجاه. ما تقوليش اكيد العربيه اللي اتفجرت دي صلحتوها وهتدوهاني على سبيل الهديه، صح؟ العربيه اللي بتخبط وجايه. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. قبضت عليهم يا سعاده الباشا جناب الامير بشحم ولحم اهو. فاكر لما كنت بتقول لي هناك بعيط عليك وقلت لك هنعيط كلنا مع بعض؟ ادينا هنعيط كلنا مع بعض دلوقتي اهو. مين فيهم اللي ادى الاوامر بتفجير المديرية يا رموطي؟ بص عشان نختصر الموضوع يا سعادة الباشا، اسأل الراجل ده، عشان الراجل ده كلمته ماشية على الراجل ده، والراجل ده بيسمع كلام الراجل. ما في حدا كلمته بتمشي علي، أنا اللي أعطيت أمر بتفجير المديرية. البس. هو ده. مش قلت لك يا ميدو؟ مش قلت لك يا ميدو إن أنتوا مش هتقدروا علينا؟ احنا ساعة الجد يا ابني بنبقى مشروع 90 مليون شهيد ماشيين على الارض، عشان ما تقعدش بعد كده لما كنت تسمع كلام اربط من الاول ما كانش حصل لنا كل الحق. مصر يعني رجاله، يعني مصر يعني وحوش، يعني مش بنهزر. مصر يعني رجاله، يعني مصر يعني وحوش، يعني مش بنهزر. لا تقول لي داعش ولا اي قلش، احنا الحضارة مش خش وقش. تقول لي داعش ولا اي قلش، احنا الحضارة مش خش وقش. مش حطلونا وتقسمونا وتضيعونا، اصحى يا مان لو فيها قتمة او حتى متمة يظهر نسيته ايام زمان. ولا اي 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 ولا زي زي زي، والنعمة ناكلك كده وانت حل. ولا اي 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 ولا زي زي زي، اصحم وقابله لسه اللي جاي. ولا اي 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 ولا زي زي زي، والنعمة ناكلك كده وانت حل. ولا اي 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 ولا زي زي زي، اصحم وقابله لسه اللي جاي. قلنا احنا ايد في ايد هنفوت لو في الحديد، وحنحرق دمهم وحنبقى في الامان واحسن من زمان. المصري ده عمهم. قلنا احنا ايد في ايد هنفوت لو في الحديد وحنحرق دمهم وحنبقى في الامان واحسن من زمان. المصري ده عمهم. يا مصر وراك رجاله وصوت سهرانه شغاله، مش عايزة بقى قوالة، انت الاصل يا مصر. ولا اي 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 ولا زي زي زي، والنعمة ناكلك كده وانت حي. ولا اي 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 ولا زي زي، اصحوا قبله لسه اللي جاي. مصر يعني رجالة، يعني مصر يعني وحوش، يعني مش بنهزر. ومعلش احنا بنتكلم عشان ما نقلش ادبنا على حد.